كيلو من اللحمه الشرايح. انا عن نفسي بفضل الانتركوت، اولا ما بتاخدش وقت، فالتشويحه في حد ذاتها خلاص بتبقى كافيه ان هي تسوي معانا اللحمه، وكمان نسبه الدهون اللي فيها بتخلي اللحمه طريه وبتديها طعم حلو قوي. يبقى كيلو لحمه انتركوت متقطعه شاورما. هنحتاج كمان حوالي 100 جرام من اللية المبشورة، ولو مش بتحبوها ممكن تشيلوها من الوصفة. التتبيلة، تتبيلتنا النهاردة هتخلي اللحمة طعمها تحفة جدا، والشاورما هتبقى أقرب ما يكون للي بتاكليه في المطاعم وأحلى كمان. التتبيلة هتكون عبارة عن نص كوباية من الخل، معلقتين كبار من الصويا صوص، معلقتين كبار طحينة، رشة سكر، ومعلقة كبيرة بصل باودر، معلقة صغيرة توم باودر، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الحبهان الباودر، رشة زنجبيل باودر، وملح. تمام، دي التتبيلة. أما بقى للتسوية أو بعد التسوية، الإضافات الخضار اللي بنضيفه هيكون عبارة عن 2 بصل متقطع جوانح رفيعة، و3 من الطماطم متقطعة شرايح بدون البذر عشان مش عايزين مية، 4 من الفلفل الرومي متقطع برضو شرايح، وكوباية من البقدونس المفروم. وعلشان نعمل بقى الشاورما مدخنة كأننا بالظبط مسويين الشاورما على الفحم، هنحتاج فحمية ومعلقة صغيرة من اللية المبشورة. بس كده، دي المقادير. يلا بينا بقى نشوف طريقة التحضير. وبسرعة هنجيب بولة كبيرة عشان أخلط فيها التتبيلة. من أهم عوامل نجاح الشاورما سواء لحمة أو فراخ إنك تقعدي اللحمة أو الفراخ في التتبيلة من بالليل للصبح، هتاخدي نتيجة ولا أروع من كده. تعالوا بينا يلا ننزل الطحينة. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا صويا صوص، بصل بودر، وادي الثوم البودر، رشة حبهان ما تكتريش عشان بس ايه ما يبقاش طعمه قوي. هنحط السكر، وهحط كمان البابريكا. تمام، وعندي ادي البصل البودر، احنا حطينا الثوم وده البصل، الملح والفلفل اكيد. يلا، والملح بقى على قد كمية اللحمة، ونعمل حساب ان الصويا صوص بيبقى فيها ملح، وادي فلفل اسود. هقلب المكونات دي كويس مع بعض. عايزاهم كده ايه يختلطوا كويس ببعض علشان لما احط اللحمه يبقى اللحمه تتشرب من نفس التتبيله، ما يبقاش حته فيها حاجه وحته تانيه لا. يبقى احنا حطينا هنا كل مكونات التتبيله اللي كانت عباره عن ايه، طحينه وخل وصويا صوص ملح وفلفل، وعندنا بصل بودر توم بودر رشه حبهان رشه سكر، وايه كمان ايه، وبابريكا. تمام، قلبناهم مع بعض كويس قوي زي الفل. وتعالوا بينا بقى ننزل بقطع اللحمه بتاعتنا اللي احنا مقطعينها شرايح رفيعه. تقدري تستخدمي من وش الفخده زي ما انت عايزه، بس انا بقول لكم ان افضل حته بتديكي نتيجه احلى وطعم احلى وسوى اسرع هي الانتركوت. تمام، يلا بينا هنزل كده شرايح اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلبها كويس قوي في التتبيله. عايزين الشرايح اللحمه كلها تتغطى بالتتبيله، وزي ما اتفقنا وقلنا في البدايه يفضل ان انا بعد ما اقلبها في التتبيله كويس قوي هغطي واحط في الثلاجه من بالليل للصبح علشان تاخدي افضل نتيجه وافضل طعم واسرع تسويه. وكاننا بقى حاطينها في الثلاجه من بالليل، وفي طاسة على النار تكون سخنة بقى جدا، لازم نسخنها قوي على قد ما نقدر علشان لما تنزل اللحمة فيها على طول تاخد الصدمة وما تنزلش ميتها، فنحتفظ بطعم اللحمة وطراوة الأنسجة بتاعتها ما تنشفش. حطيت شوية زيت صغيرين، وهحط اللية، وهنا اللية دي زي ما قلنا اختياري، تقدر تضيفيها أو لا، ده على حسب الذوق العام في البيت، بس طبعا بتدي طعم حلو جدا لأن أغلب الشاورما اللي بناكلها في المطاعم بيبقى مضاف ليها اللية. كده خلاص اللية اللي انا حطيتها احمرت تمام، واخدت اللون اللي انتم شايفينه ده، والطاسة سخنة والدنيا تمام. طيب حد يقول لي ازاي هعمل اللية بالشكل ده، زي ما انتم شايفين كده صغيرة قوي ومش هتبان معانا حتى في الاكل خالص خالص كشكل.
دي بقى انت بتعمليها ايه؟ بتجيبيها تحطيها في الفريزر اللي هي تجمد تماما، وبعد ما تجمد على طول بالمبشره وتبشريها عشان تاخدي النتيجه دي. تعالوا بقى نحط اللحمه زي ما انتم شايفين كده، وافردها في الطاسه. يعني انا جايبه مخصوص طاسه كبيره النهارده كده علشان احط فيها الكميه كلها، فراعي الحته دي ان الطاسه تكون مفروده، فتحطي فيها كميه اللحمه تبقى مفروده معاكي بالشكل ده، ما تبقاش فوق بعضها علشان ما تنزلش الميه بتاعتها. النار بتاعتنا عاليه جدا علشان اللحمه تتشوح بسرعه. اوام اوام. كمان مش هنقلب غير من وقت للتاني علشان التقليب الكتير هيخلي الطاسه بتاعتي تبرد، وبالتالي اللحمه برضو تجيب الميه بتاعتها. انا عايزه ما اقلبش غير لما احس ان هي بدات تاخد لون من تحت، فاروح قلباها الناحيه التانيه. ده ضروري جدا علشان تنجح معاكي الشاورما. لو اقول لكم الريحه طالعه عامله ازاي، الريحه رهيبه. وزي ما اتفقنا، طيب حد يقول لي انا مش عايزه استخدم اللي وعايزه ابدلها، بدلها بايه؟ حطي بقى مع الزيت معلقه سمنه واشتغلي بيها عادي جدا، مش هتقول لك لا. عندنا هنا برضو معلقه ليا صغيره خالص، هنحطها على الفحم بعد ما نخلص علشان يدينا ريحه كده الشوي. ولو مفيش برضو ليا ممكن نبدلها بالسمنه. ما تيجي نقلب. هايل، بصوا خدت لون من تحت اهو. نقلب الناحيه الثانيه. افضل طريقه للشاورما هي على النار عشان تبقى النار عاليه، افضل من تسويه الفرن كمان. حلو قوي الكلام ده، والريحه رهيبه ما شاء الله طالعه زي الفل. الشاورما يا جماعه رهيبه، ريحتها تحفه وطعمها بيبقى تحفه جدا جدا، وزي ما انتم شايفين الشكل كمان حكايه. خلاص اللحمه استوت، زي ما قلت لكم القطعيه دي ما بتحتاجش وقت خالص في التسويه، خاصه كمان لما نتبلها ونسيبها من قبلها بليله في الثلاجه، فما بتاخدش وقت خالص معانا في السوى وطعمها بيبقى فظيع. تعالوا بينا بقى نبتدي ننزل الخضار. بس قبل ما احط الخضار تعالوا نشغل كده البوتاجاز بتاعنا. عايزه احط واحده فحمه علشان تسخن. الفحم فين؟ الفحم هنا. تعالوا بقى ناخد فحمية، بسم الله الرحمن الرحيم، نحطها تسخن كده علشان نبتدي نظبط الشاورما بعد ما تستوي، ونحط لها الخضار تاخد ريحة الشوي، بتبقى بجد طعمها فظيع. خلاص زي ما انتم شايفين، بصوا كده معايا، بصوا السوائل اللي موجودة في الووك بقت قليلة جدا. اللحمة اتأكدت ان هي استوت والدنيا تمام. تعالوا بينا يلا ننزل بقى ايه بالبصل، بسم الله الرحمن الرحيم. كمية بقى اللي انت عايزاها، عايزة تكتري تقللي براحتك. البصل بس هو اللي هديله تشويحة بسيطة علشان اضيع بس الطعم الني بتاعه اللي بيبقى لاذع ده. وبعد كده هحط الطماطم والفلفل، ومحتاجة ان انا اسيبهم يبقوا محتفظين بلونهم وقرمشتهم. نفكك كده البصل من بعضه عشان ما تبقاش كتلة على بعضها في الساندوتش. هايل. اول ما الاقي كده البصل خلاص ابتدى يدبل، على طول هكمل بقية الخضار اللي معايا. حاولي وانتي بتقطعي البصل يكون تقطيعه البصل رفيعه على قد ما تقدري علشان ما يقعدش ويطول معانا على النار. يا دوبك تقلبتين وعلى طول نكمل بقيه الخضار. يلا ايدي الفلفل وايدي الطماطم. هنقلب بقى كله مع بعض كويس قوي. الريحة فظيعة ما شاء الله بجد. دي الشاورما المصري بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. تعالوا بينا ناخد رشة ملح وفلفل بسيطة علشان الخضار اللي احنا حطيناه
احنا كنا متبلين اللحمه، محتاجه بس ايه اتبل الخضار نفسه. خلاص كده الشاورما بتاعتنا بقت جاهزه ان هي تتحط بقى في السندوتشات، تعملي بيها فته زي ما انت عايزه. تعالوا بينا بقى نرفعها من على النار، وكده اعتقد ان الفحمية كمان ولعت. عايزين ناخد حاجه كده مثلا فخار زي دي كده علشان ايه ما يبقاش الفحم سخن عليها او يأثر فيها. فهناخد الفحمية، بسم الله الرحمن الرحيم. لا سخنت والدنيا تمام. هعمل بقى فتحة كده في نص الصينية، واحط الطاجن الفخار، واحط كمان هنحضر بقى ورق الومنيوم علشان نغطيه. نحضر الورق الاول عشان نحبس كل الدخان اللي هيطلع. وتعالوا بينا، لو واخدين بالكم في بقدونس بس انا مش هحطه دلوقتي، هحطه قبل ما اقدمها على طول وهي لسه سخنه، بس هديله تقليبه واحده مش عايزاه يبقى مهري ولونه متغير. تعالوا نرفع بقى، خلاص الشاورما بتاعتنا جاهزه. هوب، وكنا شلنا معلقه ليا صغيره نستبدلها بالسمنه لو مش متوفره، واحطها على الفحمايه. وهتبصي بقى تلاقي ايه الدخان بدا يطلع من الفحمه، فعلى طول على طول نحبس. بس كده تحفه جدا. خلصنا شاورمه اللحمه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله، خلاص الدنيا اتظبطت والريحه ما شاء الله فظيعه. تعالوا ندي بقى كده ايه رشه من البقدونس بس ونقلب. يا خبر على الريحه، ما شاء الله تحفه. كده جاهزه معانا علشان لو هنعمل سندوتشات بقى. وزي ما انتم ملاحظين كده البقدونس هيفضل اخضر فيها، وطعمه الحلو اللي بيبقى لذيذ جدا معاها هيفضل موجود، مش هيكون بقى خلاص دبل واستوى ولونه غمق كمان فيها وبقى شكله مش حلو وطعمه مش موجود. عشان كده قلنا ان احنا نحط البقدونس ده اخر حاجه خالص عشان تفضل نكهته وطعمه موجود.